اهلا وسهلا بكم في صبريار. السلام عليكم. البارح ماني دبرت شويه هكا طاقه ايجابيه، قلت نبدا بها بدايه الاسبوع، وتشلوشت هكا عند اصحابي في البعض من الرؤى المنفتحه للحياه، وقلت نحط هكا اول خطوه في هذا الشهر المبارك على سلم البوزيتيف فايبز كي اتطلع لمستقبل مشرق لهذه البلاد، وكي ارى بزوغ شمس ناصعه في كبد السماء تعلن ولاده اسبوع منير يبعث على الانشراح والطمانينه. عاد انا اخوكم مازلت كحطيت كعبات الطاقه الايجابيه في مكتوبي، وركزت ساقي على الدرجه الاولى من سلم البوزيتيف فايبز، ويخرج لي خبر على لسان وزير الصحه يقول لك الاسبوع القادم ذروه انتشار كورونا، وبعد اسبوعين نبلغ ذروه الوفيات. ونتدعثر اخوكم على سلم البوزيتيف فايبس، نجي على كرايمي كمش شديت في لحيه الاستشاره الوطنيه، ولا راني مشيت كزاز غاديك حسيلو صار فيا وكا والله طرف الطاقه الايجابيه اللي دبرتها من مرشي نوار ارزاني فيها وزير الصحه. ولذا ردوا بالكم يا جماعه، بافاتك وجالك وتلقيحك وتباعدك الاجتماعي وستر ربي. لا لا تقول، لا تقول لي تحسنت الاوضاع ولا انتقلنا لبر الامان ولا تونس الغد ولا زمار. وزير الصحه بيدو يدو على قلبي، الأسبوع القادم ذروة انتشار الكورونا، وبعد أسبوعين نبلغ ذروة الوفيات. قال لك سيدي وزارة الصحة هذي، وزارة الصحة بيدها تشكي ربي. قال لك الموجة الخامسة هذي روا، الموجة الخامسة تاع الكورونا. شوف يعني الكورونا قداش متقدم علينا، والله نحن عندنا 66 سنة استقلال ولتو في الجمهورية الثانية، والكورونا في عامين وصلت الموجة الخامسة، يعني فيروس خدم خدمة ما خدموهاش عندنا 20 حكومة. ستر ربي وكا والله، والله ستر ربي، الواحد ما عادش فيهم غدو واش ثما واش ما ثماش. وبيداتنا الاقتصاد توا مرهون في حجر صحي بو نهارين، وتخرج وزيرة المالية ترفع الراية البيضاء. تونس كان تعمل نهارين حجر صحي شامل، لما كمونية باريس قالش الاخر تلقاها تدور بفوطة في باب حري. ما وزيرة المالية كلموها قالوا لها اسمع شوف راه حسب الظروف الجاية ممكن مش نرجعوا الشعب للدار. والله يقتلهم كان يرجع الشعب للدار نهار وزارة المالية نعودوا نكريوها بالليل باش يخلصوا الشهر. ما كاسسهم اك الشركات اللي يسمعوا في التلقيح والله يدبروها برجولي. شركات بتاع التلقيح شيخ الواحد كارو حل شركه بتاع صنع التلقيح في عهد الغفله بصراحه. شبيك رانا ملي كنا جرعه ولينا جرعتين وبعد زادوا الثالثه وانا داخلين في الرابعه، ولا والم خويا وين واصل الجرعات؟ الحكايه ماشيه كل سلاله بجرعه، والشركات بتاع التلقيح تدخل في البحيم. حتى ثم واحد حل معمل يصنع في البافيتات في تونس يا اخي فلس. قالوا له شبيك فلست؟ قال لا تربح الديمقراطيه وحريه التعبير، الشعب الكل ولا لي ضد تكميم الافواه. فبحيث ايها الشعب حافظوا على البروتوكول الصحي قدر الامكان، وزاره الصحه قالت لكم لي وليكم الحنان المنان، لا اسر ولا اكسجين، والميزانيه تبكي بكيان. فبحيث حافظوا على رواحكم برواحكم، وربي يحفظ الجميع ورشم له شكبه.